وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن التقديرات تؤكد عدم قدرة إسرائيل على الصمود في تلك الحرب، خاصة يعني بعد الخسائر في غزة. وعلى الصعيد الآخر، استعدادات حزب الله للرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر. كيف ترى تطور تلك الحرب؟ إلى أين تتجه؟ ومدى صمود إسرائيل أمام تلك القوة التي تتحدث عنها؟ إسرائيل تعتمد حقيقة بناء على تعليقات القادة العسكريين الإسرائيليين على المساندة اللا متناهية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لها. لكن لو افترضنا أن الاستطلاع الذي ظهر أخيرا يدل على أن 55% من الشعب الأمريكي لا يريد ولا يقبل من الولايات المتحدة بإرسال جنود إلى المنطقة أو دخول الولايات المتحدة في حرب فعلية مع إسرائيل، فهذا يدلنا واضح هل هناك نية لدى حزب الله لاجتياز الخط الأزرق والدخول إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مع كثافة كبيرة جدا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي ستربك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وبالتالي هل يمكن أن يشكل الاختراق العسكري الأرضي لقوات حزب الله في الداخل في الشمال الفلسطيني المحتل؟ وبالتالي هنا يعني يمكن أن نعتبر أن إسرائيل قد شارفت على الهزيمة العسكرية، ولا أقول على يعني انتهاء يعني أو انهيار دولة إسرائيل كاملة، ولكن هذه النقطة هل ستكون سببا في استدعاء القوات الأمريكية إلى الدخول إلى المعركة مباشرة؟ أنا أعتقد أننا سنشهد نوعا ما من يعني وجهات نظر مختلفة أو سيناريوهات مختلفة لطبيعة الرد، ولكنه الرد الذي سيعيد نظرية الردع أو هيبة القتال والعقيدة العسكرية لحزب الله ولإيران. وبالتالي هنا نقول أن إسرائيل خسرت جميع المحاولات التي كانت من خلالها تحاول استعادة هيبتها واستعادة نظرية الردع التي كانت تقوم عليها دائما من خلال دعاياتها ومن خلال يعني مناوراتها العسكرية. الوضع يعني محرج جدا، الوضع غير واضح، هنالك ضبابية ولكن هنالك تطورات تصاعدية مستمرة ساعة بعد ساعة، إضافة إلى أن المناطق بدأت يعني الأجواء الغربية لإيران بدأت يعني تظهر وكأنها خالية من مسارات الطيران المدني، وهذا يدل على أننا بدأنا نقترب من ساعة الصفر التي يمكن أن تبدأ بها إيران، وخاصة إذا كانت هنالك حالة انتقائية، إما الدخول برا من قبل حزب الله وإما بدء المعركة مجتمعة مع إيران ومع أذرعها أنصار الله وحزب الله في الرد، وإما انتقاء شخصية وازنة كبيرة جدا على مستوى يعني ولا أقول أنه مستوى إسماعيل هنية وفؤاد شكر أرقى من مستويات القادة العسكريين الإسرائيليين، ولكن ستكون هي يعني قد يكون رأس نتنياهو أو من يشابهه في إسرائيل ثمنا لهذه الغطرسة الإسرائيلية. نعم دكتور عصام، يعني طبيعة الرد ودرجته وتأثيره أيضا على منطقة الشرق الأوسط، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية.